السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التحديثات اللي جت في ريفيت 2019.2 إن أنا أقدر أعدل مش بس الأوفسيت، لأ أقدر أعدل من التوب أو البوتوم. يعني لو أنت بصيت في 2018 بتلاقي إن أنت بتعمل سيلكت على الضغط بيديك إن أنت تعدل في الأوفسيت بس، تمام؟ إنما لو أنت شغال على ريفيت 2019.2 بيبدأ يظهر لي التوب والأوفسيت والبوتوم، سهل إن أنا أعدل فيهم وممكن أعملهم كمعادلة. يعني أكتب يساوي 3000 زائد 200 وأديله إنتر يجيب لي 3200، يبدأ يعمل الحساب بتاعها وهكذا. فتقدر تعدل من تكتب قيمة التوب مباشرة أو الأوفست مباشرة أو البوتوم مباشرة.